السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معكم أشرف عبد العزيز، وإن شاء الله النهاردة معنا مراجعة على السماعة الجي بي ال ال ريفليكت فلو، مميزات السماعة ومحتويات السماعة وطريقة تشغيلها. يلا بينا. أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي هنبدأ نقول محتويات السماعة. زي ما انتم شايفين السماعة بتيجي بالشكل ده، هنا البوكس، ده شكل البوكس، بيجي معاها السماعتين. يجي هنا واير الشحن، ممكن نحط على اي، نستخدم اي راس تبع الموبايل او عن طريق اللابتوب. بيجي كمان معاها اثنين سيليكون اضافيه، الرابر هو بيجي معاه واحد، وفي هنا كمان اثنين. طيب مميزات السماعه، بتيجي هنا السماعتين بيدوك 10 ساعات تشغيل بعد الشحن، كمان البوكس بيديك 20 ساعة تشغيل، ودي كويسة جدا، مدة كويسة جدا. وفيها ميزة كمان إضافية، إن أنت لو بس 10 دقايق شحن ممكن تديك ساعة كاملة تشغيل. هي طبعا مقاومة للمية والعرق، ودي تصلح للرياضة طبعا. من وجهة نظري كمان إن هي ممكن تنفع تلبسها في الشغل، يعني هي الستايل بتاعها. هي بيجي طبعا منها ألوان مختلفة، بيجي نفس اللون الأزرق، وبيجي منها اللون الأسود، وفي منها كمان اللون الأحمر، فدي ألوان كويسة جدا. حتى لو بالنسبة للشغل ممكن تمشي معاك، الستايل بتاعها كويس جدا، وكمان الرابر بتاعها جدا خفيف، حتى لو قعدت فترة طويلة لابسها ما تأذيش ودانك. ده بالنسبة لي. طبعا طريقة التشغيل احنا بندوس هنا بس لمدة 10 ثواني لحد ما تدينا الضوء الأزرق زي كده. هي فيها حاجة، هي خلينا عارفين بس اليمين اللي هي الأساسية، فاليمين لازم نشغلها، بمعنى ان هي لو اليمين مش شغالة الشمال مش هتشتغل، فهي اليمين هي الأساسية، فاحنا هنشغلها ونشبكها على البلوتوث. هي بتيجي على البلوتوث، هتبقى اللي هي الجي بي ال الريفليكت فلو، كده شبكناها. اوريكم برضو ثباتها في الوزن، طبعا بتيجي شمال ويمين بما مكتوب عليها هنا. جدا مريحة، جدا ثابتة، انا بالنسبة لي سماعة ممتازة جدا، ثابته جدا كده. يكون خلصنا، اتمنى يكون كان الشرح واضح وبسيط، وقدرت ألمكم كل حاجه في السماعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه، مستني ارائكم وتعليقاتكم على الفيديو. اشوفكم على خير، سلام.